فيا أيها المسلمون والمسلمات، في حديثنا عن التواضع بينا أن التواضع يستطيعه الإنسان عندما ينزل نفسه منزلة العبودية من حيث الذل والافتقار، ومن ثم يمكنه أن يتواضع لأحكام الدين بحيث يقوم في خدمة الحق سبحانه وتعالى وعبادته على مقتضى أمره لا على ما يراه العبد من رأيه، ثم يؤديه هذا إلى قبول الحق ممن قاله وأجراه الله على لسانه من كبير أو صغير. ونواصل حديث التواضع لنرى أن الدرجة التي لا يتم التواضع إلا بها، أن الدرجة الثالثة في سلم التواضع هي ألا ترى نفسك خيرا من أحد، ألا ترى نفسك أفضل من أحد، وألا ترى نفسك أفضل من غيرك من الناس، وهذه لا يتم التواضع إلا بها، لأنها عزيزة على نفوس كثير من الخلق، ولا تهون إلا على من عرف عيوب نفسه ولبس ثياب الذل والعبودية لله وتشرف بذلك. هنالك يعظم في عينه كل من شرف بالعبودية لله، يعظم في عينه كل من هو عبد لله الواحد القهار. وفي شعب الإيمان في هذا المعنى عن ذي النون أنه كان يقول: ثلاثة من أعلام التواضع، تصغير النفس معرفة بالعيب، ورب البيت أطرى بمن فيه، كل واحد منا يعرف عيوب نفسه، ولو أنه عرف عيوب نفسه لتصاغر وتضاءل. تصغير النفس معرفة بالعيب، وتعظيم الناس حرمة للتوحيد. أنت تعظم المسلم لأنه مسلم، لأنه موحد لله رب العالمين، لأنك تعظم الواحد الذي وحده ذلك المسلم. وقبول الحق والنصيحة من كل أحد، هذه أعلام التواضع. وأخرج أيضا المعافق بن عمران في كتاب الزهد عن يونس بن عبيد قال: سمعت الحسن يقول: تدرون ما وجه التواضع؟ تعرفون ما هو التواضع؟ من أي وجه يكون؟ قيل: وما وجه التواضع؟ قال: أن يخرج الرجل من بيته فلا يبقى مسلما إلا وضع نفسه دونه. يخرج الرجل من بيته فلا يبقى مسلما إلا وضع نفسه دونه لما يعلم منها، لما يعلم من عيوب نفسه، حتى يرجع إلى بيته. وهذا النوع من التواضع قد جعله بعض العلماء أشرف أنواع التواضع، وذلك لأن تواضع العبودية اضطراري يخضع له معظم الخلق من مسلم وغير مسلم. أما هذا النوع من التواضع فإنه يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى علم. ومن كلام العلماء في هذا ما أخرجه أبو معين في الحلية عن الحارث بن أسد المحاسبي أنه قال: عليك بالتواضع فالزمه، واعلم أن لك من العون عليه، يعني يعينك على أن تكون عبدا متواضعا أن تذكر الذي أنت فيه، أن تكون عارفا بحالك،
وكلنا يعلم أنه من التراب وإلى التراب يعود. أن تذكر الذي أنت فيه والذي تعود إليه والتراب له وجوه شتى، فأشرفها وأفضلها ألا ترى لك على أحد فضلا. وكل من رأيت كله بالضمير والقلب مفضلا، وكل من رأيت كله بالضمير والقلب مفضلا، ومن رأيت من أهل الخير رجوت بركته والتمست دعوته، وظننت أنه إنما يدفع عنك به. الناس في زماننا أكثر ما يحتقرون أهل الخير، يعني إن كان الرجل من أهل المساجد ينظرون إليه على أنه عبيد ومهجور، وإن كان الرجل من أهل الصدقات يقول ابن عبيد بيصدقه. إذا رأيت أهل الخير التمست بركته، هذا هو التواضع، أن تظن فيه الخير الذي هو يتظاهر به، وأن تلتمس دعوته، وظننت أنه إنما يدفع عنك به، أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عن أهل الأرض بسبب أهل الخير، فهذا التواضع الأكبر. هذا هو التواضع الأكبر كما قال الشيخ المحاسبي، وهذا الرجل مشهور بين العلماء بهذا اللقب لأنه صاحب المحاسبة، كان دقيق المحاسبة لنفسه، فاشتهر بالمحاسبي. هذا هو التواضع الأكبر، أن تتواضع للخلق بحيث أن لا ترى لنفسك على أحد فضلا. والتواضع الذي يليه أن يكون العبد متواضعا بقلبه متحببا إلى من عرفه غير محتقر لمن خالفه، ولا مستطيلا على من هو بحضرته وليس بقريب منه، يعني يستطل على الغائب الذي هو من أهل البلد والذي قد يراه. وأما التواضع الثالث فهو اللازم للعباد الواجب عليهم الذي لو تركوه كفروا، فهو السجود لله عز وجل. وبذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وضع جبهته لله فقد برئ من الكبر. قال الشيخ: وقد من الله تعالى به علينا وعليكم، أبلغ الله وإياكم التواضع الأكبر. اللهم آمين رب العالمين. نحن نقولها مع الشيخ: الحمد لله الذي من علينا بنعمة العبودية له، ووضع الجبهات على الأرض سجودا له، ونسأله أن يرزقنا وإياكم التواضع الأكبر، ألا نرى لأنفسنا فضلا على أحد. إخواني وأخواتي، وإنما سأل المحاسبي وسألنا معه إعانة على التواضع للخلق لأنه جهاد ضد عدوين كبيرين، جهاد يحتاج إلى سلاح ضد عدوين كبيرين هما الشيطان والنفس الأمارة. أما الشيطان فإن من شباكه وفخوخه التي يصيد بها الخلق أن ينفس في صدورهم التكبر على إخوانهم تحت ستار التعزز. لا يقول لك تكبر على الناس، إنما يقول لك كن عزيزا، أصل العزة بين هؤلاء الناس لئلا يطمع الصغار فيك، فينصب للناس حفائر وفخوخ كالتي تنصب للطاغية.
المنبر في خطبة على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن للشيطان مصاليا وفخوخا. الشيطان شباك وفخوخ وحفائل ينصبها للناس. قال رسول الله: وإن من مصاليه وفخوخه، من شباكه وحفائله التي يقر بها الناس، البطر بنعمة الله والفخر بعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. هذه كلها مصائب، كلها عظائم. هذا عمل الشيطان. وأما النفس الأمارة بالسوء فإنها لا تزال بصاحبها حتى يعلي نفسه ويرفعها ويعتقدها عظيمة القدر، ولا تزال تبعده عن الناس في المرتبة حتى يصير في هيئة الجبارين اسما ورسما، حتى يصير جبارا في الأرض. وإلى أن يحشر معه في أسفل سافلين. وفي التحذير من هذا المسلك أخرج الترمذي في السنن عن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يتعالى ويتعالى ويتعالى ويفخر بها، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه، ينزل به من العذاب والعقاب ما ينزل بالجبارين. وإنما استحق هذا الذي ذهب بنفسه أن يحشر مع الجبارين، لأن احتقار الناس كما قلنا حال من يريد العلو والفساد في الأرض، ليس من حال المتواضعين. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن هؤلاء لا نصيب لهم في الآخرة سوى الهوان. الذين يريدون العلو في الأرض ليس لهم في الآخرة نصيب، وإن كان فهو الهوان. فقد قال تعالى وحكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لمن بلغ في تفسيره ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في أهل التواضع، فأهل التواضع من الولاة وأهل القدرة، يعني ولاة الأمور من الحكام وغيرهم، وأهل القدرة يعني أهل القدرة من الغنى أو الجاه أو العلم أو غير ذلك من أدوات القوة والقدرة الموجودة في الأرض. أيها الإخوة والأخوات، وجهاد النفس في هذا الباب لا يتم إلا إذا شمل تواضعك بسطاء الناس ممن لا دنيا له. التواضع للبسطاء، فقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع عن ابن المبارك أنه قال: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا. هذا هو قمة التواضع، أن تضع نفسك عند البسطاء ممن لا دنيا له، إن كانت لك دنيا من غنى أو جاه أو علم أو أي نوع من أنواع القدرة، أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل. ليس لك بدنياك عليه فضل، يعني كأنك تشير إليه
لها قيمة، وليس لك عليه فضل بغناك أو جاهك أو علمك أو غير ذلك. قال أن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنيا. عندما تجالس الأغنياء وأرباب النعمة والمطرفين ترفع نفسك حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. وهذه هي هنا العزة، هذه هنا هي العزة. وإنما نبه ابن مبارك على هذا لأن من نفسات الشيطان أنه إذا مر ببعض الناس ضعيف قال له ارفع صدرك لئلا يطمع فيك هذا وأمثاله. ارفع صدرك لئلا يطمع فيك هذا وأمثاله من البسطاء. وإذا مر به أحد الناسين المستكبرين قال للعبد بوحيه تواضع لهؤلاء الكبار تكن في كنفهم تعيش معهم وتسعى بدنياهم. ولو علم العلم لعرف أن هذا التواضع الشيطاني هو ذل الدنيا والآخرة. فقد روى البياقين في الشعب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما وطمعا فيما قبله، يعني فيما عنده من الغنى والمال والجاه، ذهب ثلث مرؤته، ذهب ثلثي مرؤته قد ذهب، وشطر دينه أو شطر دينه ونصف دينه، ذهب منه ثلث المروءة ونصف الدين بهذا التواضع الشيطاني، لأنه أنزل نفسه له طمعا في مركبته من الدنيا. فانظروا قلوبكم أيها المسلمون والمسلمات كيف أنتم مع خلق الله عز وجل. فإن كنت عارفا لحقهم، مراعيا لحمة التوحيد فيهم، مشرفا لكل من كان في خدمة معبوده سبحانه وتعالى، فأنت بفضل الله تعالى عليك متواضعه. وإن كنت مختالا لهم، عيابا طعانا لعانا منتقصا لحقوقهم، فأنت متكبر، لأنك ما انتقصته إلا وأنت ترى فضل نفسك عليه. لو عرفت علوم نفسك ما انتقصت أحدا من الخلق، ما اغتبت ولا نممت ولا طعنت ولا رميت الناس بالبهتان إلا وأنت ترى لنفسك عليهم فضلا. وهذا نهاية الكبر. ولا يحميك من هذا أنك تجالس الناس، بل إن هذا يزيد الطين بلة. إذ جمع فاعل هذا مع الكبر خسة وغشة، وهذا للأسف يقع فيه كثير من الناس، يجالسون سائر الخلق وقلوبهم ممتلئة بالكبر، إذ الكل عندهم متهم، الكل عندهم متهم في دينه في مروءته في كل شيء، ولا بريء في الخلق سواه. هل هذا من تواضع؟ هذا أكبر المتكبرين. فإذا جالس الناس جالسهم تنزلا باعتباره رجل كبير قمة من القمم، نزل إلى الأرض حتى يجالس هؤلاء الناس. حالهم في هذا كحال هذا الأحمق أو ذلك الأحمق المتكبر الذي ذكره الماوردي في كتابه أهل الدنيا والدين. فقد ذكر أن نافع بن جبير بن مطعم وقد كان فيه دين، كان فيه تعالي، والدين بذل لصاحبه مهما كان، فهذا ابن صحابي، لكن الدين والكبر جعله أحمق. وكم من عالم
بعلمه النهاية، لكن الكبر وضعه إلى يومنا هذا فهو مذكور في كتب الضعفاء، بينما من كان أقل منه علما من إخوانه وأقرانه اسمه إلى اليوم مذكور. الحجاج بن أرطع كان يقال إنه أعلم من أبي حنيفة النعمان، لكنه كان رجل في غاية التيه والكبر، حتى أنه ترك صلاة الجماعة. قوله لما تصلي الجمعة والجماعات قال أقف فيقف جنب الزيتين والحمالين، هي ناقصة أروح أصلي وأقف جنب واحد زيات واحد حمال واحد يعني مشتري أحمال للناس وواحد مشتري زيت ونوم ووسخ، غريب لي أن أنا أجلس أو أقف بين هؤلاء. فذهب يبتهي والكبر حتى صار الآن مذكورا في كتب الضعفاء، فعندما يكون اسمه في حديث نقول حديث ضعيف في الحجاج بن أرطع. لا 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 الاسم هذا لا يؤمن عليه الكذب، فلو متكبر ان رجع لا يرجع، ان كنا له اخطاء في الاسناد لا يرجع ولا يقبل الحق، لانه متكبر. والكبر كما قال رسولنا بطل الحق وغمص الناس. فاين هو اليوم؟ هو في كتب الضعفاء والمتروكين، بينما ابن عمان رضي الله عنه وارضاه لا زالت الالسنه تتردع عليه الى يومنا هذا والى ما بعد يومنا، وعلمه منتشر في الارض. كذلك نافع بن جبير هذا ابن مطعم كان فيه تيه، جلس في حلقه العلاء بن عبد الرحمن الخلقي، وقد كان قارئا يقرئ الناس القران، وليس بعد هذا المجلس مجلس يتواضع فيه العبد لربه سبحانه وتعالى. فلما فرغ قال نافع الحضور الطلاب الذين جلسوا بالشيخ: اتدرون لما جلست اليكم؟ تعرفون لماذا جلست معكم هذا المجلس؟ قالوا: جلست لتسمع. طبعا قال الكبير: وانت صغير جلست لتتعلم منه القراءه. قال: لا، ولكني أردت أن أتواضع لله بالجلوس معكم، حبيت أنزل نفسي وأقعد مع شوية الناس أي كلام دون. هذا أحرف في غاية الحمق، ولا يخشى من مثل هذا الخطر أو ينفع فيه عزم. وهذا للأسف دائم مستشري في كثير، ولكنهم لبلالتهم لا يشعرون أنهم مرضى. فاستعن على السلامة من هذه الأنواع بهذه الوصفة التي وصفها أحد الأولياء. ففي حلية الأولياء إلى أبي نعيم قال بكر بن عبد الله المزني: اسمع هذه الوصفة، إن عرض لك إبليس جاء الشيطان ينصب لك فخوخه ومصاريه بأن لك فضلا على أحد من أهل الإسلام فانظر، فإن كان أكبر منك فقل: قد سبقني هذا بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. لو سن سبقني إلى الإيمان بالله تعالى وإلى الصلاة والصيام فكمن عام صامه وكمن عام صلاه فهو خير مني، وإن كان أظهر منك فقل: قد سبقت هذا بالمعاصي والذنوب واستوجبت العقوبة فهو خير مني. إذا فعلت هذا فإنك لا ترى أحدا من أهل الإسلام إلا أكبر منك أو أصغر منك، هكذا الأعمار والأسنان، واحد أكبر منك واحد أصغر منك. قال: وإن رأيت إخوانك المسلمين من يكرمونك ويعظمونك ويصلونك فقل: هذا فضل أخذوا به. وإن رأيت منهم جفاء وانقبارا فقل: هذا ذنب أحدثته. إن رأيت منهم إقبالا وتعظيما فقل: هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لأنهم يظنون بي خيرا. وإن رأيت إدبارا فقل: هذا بذنب فعلته فصرف الله تعالى قلوبهم عني. نسأل الله تعالى أن يزيننا وإياكم بزينة التواضع قبل القليل.
blessings, and so on until a person falls into sin.
respect to the commanding self, it persists until the person does it up and thinks that he is greater than others. So he continues to distance it from others until he joins the ranks of the other, and he will be resurrected on the day of judgment in the lowest of the low. The Prophet said, the man continues to display arrogance until he is recorded among the other, and will be therefore afflicted with what affects him. This person was deserving to be with the arrogant because belittling people is the practice of the ones that seek promise and mischief in this life. So they do not have reward in the hereafter. As Allah revealed in Surah Al-Qasas, verse 33, Allah says, that house of the hereafter we should give those who intend not high-handedness or mischief on earth. And the end is best for the righteous. Ali radiallahu anhu mentioned that this verse was revealed for humble governors, humble wealthy people, and humble altar people. Dear brothers and sisters, striving against yourself can be achieved only if it contains humility to others who are less fortunate than you. And yet, Bilya mentioned in his book, the saying of Ibn Mubarak, that he said, the head of humility is to humble yourself to the ones that are less fortunate than you in this life, to show them that your blessings do not make you better than them, and to have dignity with the ones that have more fortune, that are more fortunate than you, to show them that their blessings do not make them better than others. Ibn Mubarak led to this because it is of the devil blowing into people. So if a weak person passes by, he says to a person, lift up your chest. So this person and his likes will not take advantage of you. And if an arrogant, wealthy person passes by, he says, humble yourself to those people and you will be close to them. While the truth is that this humility is a humiliation in this life and the hereafter. When the soul said, whoever humbles himself to a wealthy person to praise him and seek some of his wealth, then he loses two-thirds of his honor and half of his faith. So look into your hearts, dear brothers and sisters, and how you behave with others. So if you know their rights, respect their faith, and honor everyone that is inserting you to his Lord, then you are, by the grace of Allah, a humble person. And if you backbite and suspicious and always belittling others, then you are arrogant. Because your actions come from thinking that you are better than others. And sitting with others will not protect you from that, but will make it worse. Because you join cheating and indignity to others. Unfortunately, many people fall into this trap. So they sit with others while their hearts are filled with arrogance. And they see everybody as suspect while they are the only innocent one. So they accompany others as a sign of humility. Their actions are similar to the action of the foolish arrogant man that Imam al-Mawardi mentioned. He was Nafi' ibn Jubayr ibn Mut'im. He was arrogant. He was an arrogant person. One time he joined the lecture of Al-Ala ibn Abd al-Rahman while he was teaching others how to recite Quran. So when the lecture was over, Nafi' told others, do you know why I sat with you? So they said, you sat to listen. He responded, no. I did that to humble myself to Allah by sitting with you. So nothing good is expected from a person like that. And this is a disease that is widespread in many people. But because of their foolishness, they feel that it's accepted. So let us seek safety from this disease by the prescription that was prescribed by a righteous man. His name is Bakr ibn Abdullah al-Muzri. He said, if Satan hinted to you that you are better than another Muslim, then think. If this person is older than you, then say to yourself, he was a believer before me, so he did more
he is younger than you, then say, I have more time to commit sins, so he is better than me. So you will not meet a person unless he is older or younger than you. And if you see your Muslim brothers praise you and treat you well, then say, this is a blessing from Allah. And if they do not treat you well, then say, this is because of the sin that I have committed. May Allah beautify our hearts and forms with humility, so we will not be arrogant.